السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفترة الأخيرة كلنا سمعنا عن المشكلة اللي حصلت بين ضابط الشرطة والمحامي في محافظة اسكندرية، واللي فيكم ما سمعش عنها باختصار الواقع إن كان في محامي بيعمل محضر في اسم شرطة، والضابط اللي في اسم الشرطة اتعدى عليه بشكل بالغ، وبناء على هذا الاعتداء تم نقل المحامي إلى المستشفى في حالة حرجة نتيجة الاعتداء. وطبعا الموضوع كبر والناس كلها سمعت عنه، وبناء عليه تم إيقاف الضابط المعتدي عن العمل وتحويله للتحقيق، وايضا النيابه العامه حققت معاه وصدر قرارها بحبسه 4 ايام ثم التجديد له 15 يوم. ودي باختصار كانت تفاصيل الواقعه والمشكله، واللي الناس لازم تفهمه ان دي مش الواقعه الاولى ومش هتكون الاخيره، ولكن ده مش موضوعنا النهارده. الموضوع بالكامل امام النيابه العامه وان شاء الله حق الزميل هيرجع، ولكن النهارده هنتكلم في موضوع تاني خالص. موضوعنا النهارده عن سبب الفجوه اللي بين ضباط الشرطه والمحامين، وبالاخص صغار السن. يعني لو رجعنا لمعظم المشاكل اللي بتحصل ما بين ضباط الشرطه والمحامين هنلاقي ان دايما ضباط الشرطه بيكونوا سنهم صغير ولسه متخرجين، يعني حديث التخرج، فبالتالي ما بيكونش عندهم الثقافة الكافية للتعامل مع المحامين، ودايما فاهمين ان المحامي جاي هنا ينظر على شغلي، فبالتالي بيحصل مصادمات كبيرة ما بينهم. وبجد لو جينا ندور ورا الموضوع ده هنلاقي ان كل ما ضابط الشرطه سنه كبر ورتبته عليت كل ما كان اهدى في كل تعاملاته مع كل الناس. وعلشان كده على صعيد شغلي انا دايما بحب اتعامل مع ضباط الشرطه الكبار سنا ورتبه، لان دايما التعامل معهم بيكون سهل جدا ومش بيكون عندهم الاندفاع اللي موجود عند الشباب حديث التخرج. ولكن خليني اقول ان دايما بنصح كل الشباب اللي بيشتغلوا معايا ان تحافظ على المساحه والحدود اللي بينك وبين ضابط الشرطه، لا تزود قوي في الاحترام ولا تقلل قوي من الاحترام، هو ليه دوره وانت ليك دورك، لازم تحترم كل الناس ده بشكل عام في حياتك، ولكن في شغلك لازم تعرف دورك ايه ودوره ايه، لا تتعدى على دوره وحقوقه علشان ما يحصلش معاك بعد كده مشكلة. ولكن خلينا نرجع لموضوعنا ونسأل السؤال بشكل اوضح، ما هو سبب الفجوة بين ضباط الشرطة والمحامين؟ والسبب الاول للفجوة دي اللي دايما ضابط الشرطة عنده قناعة بيها ان المحامي موجود علشان يبوظ شغل ضابط الشرطة، ان ضابط الشرطة بيتعب وبيجتهد وبيقبض على المتهم وبيعمله القضية الخاصة بيه وبيعتقد ان هو كده خلاص دخل السجن ومش هيخرج تاني وهيرتاح منه، فبيلاقي ان المحامي بيلاقي الف سبب وسبب ان هو يدافع عنه وبيقدر كمان ان هو يخرجه، فبالتالي ضابط الشرطة بيعتقد ان كده انت بتبوظ لي شغلي، وعلشان كده بيكون التعامل مع المحامين بشكل حاد شوية ومش حابين يتعاملوا معه. وايضا السبب التاني للفجوة ان المحامين بيكونوا حاسين بنفسهم وبقيمتهم، فبالتالي ممكن جدا ان المحامي يروح اسم علشان يعمل شغله عادي خالص وبدون اي تطاول، ولكن ضابط الشرطة يتعامل معاه على اساس ان هو بينظر على شغله او بيشرف او بيراقب عليه، فبالتالي بيحصل تصادم ما بينهم وضابط الشرطة بيرفض تماما ان هو يعمل اي شغل للمحامي، ومن هنا بتكون بداية المشكلة دايما التعامل الخاطئ من الطرفين. وعلشان كده لازم يكون في تدريب من الناحيتين، من ناحية وزارة الداخلية ان هي بتدرب الضباط الجدد على التعامل مع المحامين وفهم شخصيتهم، ومن ناحية النقابة العامة للمحامين انهم يعلموهم ويدربوهم ازاي يتعاملوا مع ضباط الشرطة وبالاخص حديث التخرج، علشان نقدر نحد ونمنع المشاكل اللي بتحصل ما بينهم. وبصراحة اتمنى ان الايام الجاية التعامل يكون بين المحامين وبين ضباط الشرطة افضل ما يكون، لان في الاول وفي الاخر احنا بنكمل بعض، لا هنعرف نشتغل من غيركم ولا هتعرفوا تشتغلوا من غيرنا. ولازم يكون عندنا ثقافة العقاب ان اللي يغلط يتحاسب، مفيش مجال في الدنيا كله ملائكة، الشرطة فيها ناس بتخطئ والمحامين فيهم ناس بيخطئوا، اللي يغلط يتحاسب، ده الطبيعي في اي مجال في الدنيا، وحساب المخطئ هنا علشان نمنع ان هذا الخطأ يتكرر مرة تانية. المحامي داخل القسم علشان يعمل دوره، مش داخل ان هو ينظر على الضابط اطلاقا ولا انه يقول له تعمل ايه وما تعملش ايه، وده لاننا بنحترم وزارة الداخلية وعارفين حدودنا ايه كويس، وكمان بنشوف احترام وزارة الداخلية لينا وبيتمثل الاحترام في معاملة الرتب الكبيرة للمحامين. يعني اتمنى ان الرتب الصغيرة او الضباط الصغيرين يتعلموا طريقة التعامل مع المحامين من الرتب العالية، وده لان المشاكل ما بيننا دايما بتاخد شكل كبير شوية، وايضا المحامين شاطرين وبيعرفوا ياخدوا حقهم كويس قوي، واديكوا كلكم شفتوا ان الضابط اللي غلط اتحاسب واتحبس والقضية ما زالت شغالة، كملت بقى او اتصالح دي مش مشكلتنا. لكن اتمنى ان كل الضباط يعرفوا ان انت كضابط شرطة لما تغلط وتضرب محامي ان انت كده غلط ولازم تتحاسب، وان وزارة الداخلية لا يمكن تدار عليك وهم بنفسهم اللي هيقدموك للمحاكمة، وبعد كده اهلك هيدوروا على محامي علشان يساعدك ويقدر ان هو يحللك مشكلتك او على الاقل يطلعك باقل الخسائر اللي ممكن تكلفك عملك. صدقني يا صديقي الموضوع اكبر مني ومنك، مش بحبك او بكرهك للمحامين هتغير من الامر شيء، ده نظام بلد كل جهة ليها اختصاصاتها ونظامها، يعني مش هتقدر تعمل كل حاجة لوحدك، والغلطة اللي بتغلطها مع المحامين انت الوحيد اللي بتتحاسب عنها، وكمان بتسبب ضرر بالغ لأجهزة الدولة احنا في غنى عنه. خليني افكرك ان في سنة 2015 السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي طلع وقدم اعتذار رسمي لنقابة المحامين بسبب تعدي ضابط شرطة على محامي،
يعني السيد رئيس الجمهورية بنفسه معترف بحقوق وصلاحيات المحامين، يبقى حضرتك هتستفيد ايه من اي مشكلة بتعملها معاه طالما انت مش صاحب حق؟ واديك شفت بنفسك ان السيد رئيس الجمهورية بنفسه لما بيشوف فيه غلطة ما بيعدهاش. يبقى لازم احنا ناخد بالنا من كل تصرفاتنا علشان ما نعملش مشاكل كبيرة، وكمان علشان ما نسببش احراج للجهات التي نعمل بها. وده كان باختصار تعليقي على مشكلة الضابط والمحامي، ولكن في النهاية عندي تعليق بسيط على فيديو اتنشر على صفحة الشرطة المصرية على الفيسبوك، والفيديو ده كان من محامي وكان مضمونه يعني ان هو بيهاجم المحامين او بيهاجم بعض الاشخاص من المحامين، وكان مضمون الفيديو ان المحامي بيفرح لما يتصور مع ضابط شرطة، ان المحامي بيبيع زميله عشان ضابط شرطة، ان المحامي لما بيحب يشيل مخالفة او يأذي حد او يساعد اي حد بيكون عن طريق ضابط شرطة، ان المحامي لما بيحب يتباهى بنفسه بيكلم ضابط الشرطة ويفتح مايك وكلام من النوع ده. وبصراحة أنا مش داخل هاجمه، أنا لما اتفرجت على الفيديو لقيت إن الموضوع بسيط، وده رأيه ودي حياته وقناعاته وهو مقتنع بيها، ورأيه يحترم طبعا، ولكن لا يمثل المحامين بشيء. وأكيد لو نقابة المحامين شايفة إن هو غلطان في الكلام ده أكيد هتحاسبه، ولكن برضو كان في بعض التعليقات بتشتمه ومبهدله على الفيديو، وأكيد ده مش صح. حتى لو انت معترض على فكره او وجهة نظره ممكن تعترض بشكل افضل من كده، لان انت مش هتفرح وزميلك اللي المفروض محامي بيتبهدل والناس كلها بتضحك عليه وبيشتموا عليه، ده طبعا كلام فاضي. ولكن خلينا نرد على مضمون الفيديو بطريقة تانية خالص وابسط بكتير من الكلام ده. اولا المحامي المحترم مش محتاج ابدا ان هو ينبطح لاي ضابط شرطة، لان باختصار المحامي هو محامي المواطن العادي ومحامي ضابط الشرطة. ثانيا ان المحامي اللي بيستعين بضابط شرطة علشان يأذي زميله او يأذي مواطن ويلفق له قضية، برضه المواطن بيستعين بمحامي محترم علشان يرفع الظلم من عليه ويساعده، وبعد كده المحامي المحترم بيحاسب المحامي اللي مش محترم وبيحاسب ضابط الشرطة. ثالثا ان ضابط الشرطة بنفسه اللي ضرب المحامي هيدور على محامي علشان يساعد ضابط الشرطة. رابعا ان ضابط الشرطة اللي النيابة اثناء المحاكمة هتطالب بتوقيع اقصى العقوبة عليه، فاللي هيدخل ويدافع عنه ويطلب النظر بعين الرأفة للمتهم هو المحامي اللي هيدافع عن ضابط الشرطة. ضابط الشرطة لما بيستقيل بيشتغل محامي وما بيشتغلش حاجة غير المحاماة. خامسا ان ضابط الشرطة لما بيحصل مشكلة معاه او مع ابنه او مع بنته بيدور على محامي محترم يدافع عنهم ويرجع لهم حقهم، وطبعا لما بيدور على شخص مهني ويكون شخص كويس ومحترم، ما بيجيبش ابدا المحامين النص كم اللي انت بتتكلم عنه. سادسا المحامي اللي بيحتاج ضابط الشرطة هو المحامي اللي دافع عن وزير الداخلية السابق السيد اللواء حبيب العدلي وجاب له براءة في الاتهامات الموجهة اليه، واظن كلنا عارفين مين هو اللواء حبيب العدلي، في النهاية هو اللي احتاج لمحامي يدافع عنه، ما احتاجش لضابط شرطة. واخيرا ان المحامي اللي بيحتاج ضابط شرطة هو المحامي اللي اثناء محاكمة السيد الرئيس السابق محمد حسني مبارك طلب الاستاذ المحامي الكبير فريد الديب وقال له ما تسيبنيش يا فريد بيه، وبالفعل استاذ فريد الديب دافع عنه واثبت براءته في العديد من القضايا. واللي مش مقتنع بالكلام ده الفيديو موجود على الانترنت تقدروا تسمعوا كلام استاذ فريد الديب نفسه في هذا الامر. يعني في النهاية رئيس الجمهورية السابق لما احتاج محامي، ما احتاجش ضابط شرطة. وقف انت الترند على كده. واللي بقوله ده لا يقلل تماما من ضباط الشرطة، كلنا بنحترم وزارة الداخلية ورجال وزارة الداخلية وعلى دماغنا من فوق، واوقات كلنا بنحتاج خدمات من ضباط الشرطة سواء نعرفهم او ما نعرفهمش، وبندخل وبنتكلم معهم والناس مشكورة بتتفاعل معانا وبتحللنا مشاكلنا، ده لانهم محترمين مش لانهم مجبرين على كده. لكن انت بنفسك لو جيت وسألت اي ضابط شرطة من الضباط المحترمين دول وقلت لهم ترضى ان محامي يتضرب ويتبهدل عندك جوه الاسم، هيقول لك لا يمكن ابدا ان انا ارضى بحاجة زي كده، ولازم اللي غلط يتحاسب، دي امور طبيعية مفيش فيها اي اجتهاد من اي نوع. عندنا اسماء كبيرة جدا في عالم المحاماة، منهم اللي كان رئيس وزارة ومنهم اللي كانوا وزراء ومنهم رئيس اللجنة التشريعية واعضاء مجلس نواب ومجلس شيوخ وناس على اعلى مستوى، ناس حرفيا بيدفع في اسمهم ملايين الجنيهات. فعلشان كده بلاش نقحم المحامين كلهم في اي مشكلة بتحصل، لان دي واقعة فردية وكلنا عارفين ان هي واقعة فردية، مش فكرة ان ضابط ضرب محامي، لان محدش ابدا يرضى بالغلط، والغلط هنا ما بيفرقش ما بين مواطن عادي وما بين محامي، كلنا بني ادمين. وبصراحة المفروض نحمد ربنا ان عندنا اسماء كبيرة في المحاماة زي استاذ فريد الديب وغيرهم اللي رفعوا من اسهم المحاماة من غير ما يحسوا اصلا، وخلونا نقدر نرد على فيديو زي ال 12 ده بكل سهولة وبدون اي تعب. ابلغ رد هو رد المواقف، لما السيد وزير الداخلية والسيد رئيس الجمهورية حصل لهم مشكلة لجأوا للمحامين، فلازم نعرف احنا بنتعامل ازاي. وفي النهاية كل الاحترام والتقدير للشخص اللي كان منزل الفيديو ده، انا ما عنديش اي مشكلة معاه، ولا عمري ان انا طالبت ان هو يتشطب ولا انه يتحول للتحقيق ولا ان النقابة تاخد معاه موقف، ده مش دوري. النقابة لو شايف ان هو غلطان اكيد هتحاسبه، لكن غير كده هو زميل فقط لا غير، واعتقد ان هو كبني ادم عنده ناس بتحبه وبتتابعه،
وهو كمان حابب نفسه كده وحابب ان هو يقدم الكوميديا وسط محتوى الشغل اللي هو بيقدمه. علشان كده احنا مفيش في ايدينا اي حاجة غير ان احنا نحترمه ونحترم اللي هو بيقدمه، ولكن نطلب منه ان هو يعني يحاول يحافظ على مظهر المحامي، لان الناس كلها المفروض تشوف المحامي في وضع هادئ وفي وضع رزين، ما يشوفوش بيهزر كتير بيضحك كتير، لان اوقات بعض التصرفات بتسيء للمحامين كلهم، ولكن في النهاية كل الاحترام والتقدير ليه. واخيرا اتمنى الرأي يكون وصل لكل الناس، واتمنى ايضا حل المشكلة في اقرب وقت وحق المحامي يرجع. واللي بجد بتمناه يحصل الفترة الجاية ان يحصل تواصل بين السيد نقيب المحامين والسيد وزير الداخلية، وان يتحط استراتيجية للتعامل ما بين الضباط والمحامين منعا لاي مشكلة ما بينهم ممكن تعكر صفو العلاقات بين المحامين وبين ضباط الشرطة. وفي النهاية بعتذر لو طولت عليكم، ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان تتابعوا كل ما هو جديد، ونشوفكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.